أسقط، فرصتنا الوحيدة، أطلب أمنية، أتمنى أن أصبح كبيرا. وأنا أيضا. لم تتحقق الأمنية. كاذبة. هاري، لا لا أدب، سوف أمسك بكما يوما. درسنا اليوم هو عن مراحل نمو جسم الإنسان يا أولاد. عندما نكبر تغير الهرمونات أشكالنا. انظر عليك أن تنتبه صورتي وأنا كبير وأعطي الأوامر للسكرتارة. هذا الدرس مهم جدا. وأنا أصوت لكم في رائع. ينقصكما حمام زاجل؟ عفوا أنيسة سيميان، ما هذه الرسائل إذا؟ نحن عندما نكبر. هذا ضمن موضوعنا. إذا حبوا شباب هدوء. حبوب دهنية ولزجة أكمل الآن. حب الشباب يظهر في أي وقت، قد يظهر في أي مكان. على انظر ما الذي على وجهك. هذا ماذا؟ إنها هذا تبدو مثل كتلة دهنية لزجة. لا اسمع، بل تشبه مكرفا على وشك الانفجار. انقذني انقذني. لحظة اهدأ، دعني. ربما نحتاج مزيدا من القبعات. أمسك أعصابك. طبعا، فمن يضرب بالعصي ليس كمن يعدها. لا تحصدني أرجو. انتهينا منها كلها. لما يحدث هذا معنا؟ ربما أصبنا بداء خطير. هل تشعر بأعراض أخرى؟ أشعر بألم فوق شفتي. وهنا يظهر الشعر على الجسم والوجه. تبدو كأنك شربت فنجان قهوة. توقف عن الضحك، أنقذني. لحظة، طريقة تقليدية لإزالة الشعر لكنها فعالة حتى يومنا.